مايا، إذا رجعت بلاقيكي ديري بالك حالك. وانت كمان على فكرة، أنا فرحانة لك كتير. خلص خلص روحي انت. مرسي سارة. انت مرضانة شي؟ تعبانة؟ لا يا سيدي ماني مرضانة، وانا هلا بأحسن حالاتي. ايه بس انا ما عم بفهم، شو دخلك انت بالفريز؟ يا اخي شو دخلني انا هيك عقلاتي؟ اخي اللي بده يحبني بده يتحملني، يا انا يا الفريز، شو قلت؟ رانيا احكي لك كلمة. بليز رانيا ما تتدخلي. شو قلت؟ انا مصدوم فيك يا، هي اول مرة بتحكي معي بهالطريقة. اساسا انا اللي مصدومة فيك. لك معقول يا تيمو قلك نص ساعة عم تفكر؟ نص ساعة عم تفكر وما قدرت تقرر يا انا يا الفريز؟ معقول انت؟ خلصت احنا بمكان عام. يا خسارة يا تيمو، اذا انت بتبيعني كرمال الفريز انا مستعدة بيعك كرمال. ولا قلك بلاها، ويا ريت تتذكر انك انت كنت بيوم من الايام بتعرف واحدة اسمها سارة. تفضل. سميحة أنا شو وصيتك؟ شو؟ أنا مو قلت لك ما بتفوتي على المكتب لتنحل القصة؟ إيه؟ بس أنا كنت مع رامي. شو؟ قولي لي إنك عم تمزحي سميحة، إذا بتريدي قولي لي، قولي لي إنك ما رح تدمري لي حياتي، قولي لي إنه هالمؤسسة ما رح تنهار بسببك. لا أصلاً أنا كنت مع رامي لأني كنت عم أقنعه يرجع هو وخطيبته لبعض. سميحة عرسهم بعد أسبوعين؟ إيه؟ طمني هنادي، المؤسسة ما رح تنهار ولا أنت رح تتدمري، لأنه رامي ما بده يغير موعد العرس. آه ما بده يغير الموعد. آه أوكي كتير منيح، قلقتيني. خلص إذا الموعد مثل ما هو أوكي. إيه بس لكان شو كان بده هالبايغ؟ بده يغير العروس. يا ستي ويغير العروس؟ مين ما بده ياخد؟ يمي حي دخيلك عساس فرقاني معي هي وغيرها كله نفس الشيء. بس هو قال لي إنه أخذ له موعد من أهلي. موعد من مين؟ من أهلي. وأنتي شو قلتي له؟ هنادي هدي هدي، وأنا هيك مثلك عن جد ماني فهمانة شو اللي عم يصير. إيه؟ شو قلتي له؟ ما بعرف عن جد ما بعرف. هنادي